الثعلب الفرنسي الكبير هيرفرنار يزلزل العالم بما قاله بعد اكتساح المغرب للجزائر مع الرأفة يا حبيبي مع الرأفة، ويؤكد هذا زمن الأسود من أكبرهم إلى أصغرهم، هذا زمن أسود الأطلس في جميع المراحل السنية. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد خلال الفترة القادمة. وجه هيرفرنار التهنئة إلى لاعبي المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وكذلك إلى الجهاز الفني والإداري بمناسبة الفوز الكبير على المنتخب الجزائري وضمان الصعود إلى المونديال. وأكد هيرفرنار أن المغرب بإمكانها الفوز باللقب لقب الأمم الإفريقية. وتابع هيرفرنار: شاهدت المباراة وشاهدت كيفما أبدع المغرب واكتسح الجزائر واستحق الفوز الكبير وسيطر على المباراة طولا وعرضا، إبداعا إمتاعا إقناعا جنونا يا سادة يا كرام. أيضا هيرفرنار أشاد بمدرب المنتخب المغربي سعيد شيبة، مؤكدا أنه لديه نهج تكتيكي عظيم وشاهدناه أمام منتخبات قوية مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا، والآن أمام المنتخب الجزائري.